خلينا نفهم مع حضراتكم مزيد من التفاصيل حول هذا الخبر من خلال انضمام دكتور إيمان زهران أستاذ العلوم السياسية معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك دكتور إيمان. صباح الخير عليكم جميعا، نسمع حضرتكم طيبين. وحضرتك طيبة، نفسنا والله كلنا نكون يعني عايشين هذه الأجواء وهذه الأيام المباركة بفرحة اللي هي الطبيعية بتاعتها، بس طبعا القضية الفلسطينية واستمرار الاعتداءات والمجازر الوحشية مخلي فرحتنا بالتأكيد منقوصة ومش قادرين إن هي تكون عامة في كل الأماكن وفي كل الأوقات. عايزين نعرف من حضرتك في هذا الشأن التطورات الخاصة بالوساطة المصرية والقطرية الأخيرة طبعا ونقل المقترح وردود على المقترحات المختلفة ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، وصلت لفين آخر حاجة خصوصا بعد الرد من جانب حماس الأخير؟ يمكن بشكل كبير بعد الرد الأخير من جانب حماس حالة من السكون من الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالمقترح اللي تم الدفع به من جانب جو بايدن، وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. خاصة كنت تحدثت مسبقا فيما يتعلق بهذا المقترح بشكل كبير أنه لا زال لديه عدد من الدلالات، لا زال يتطلب عدد من الرهانات وعدد استفاضة بشكل كبير عن كيفية عملية وقف إطلاق النار، كذلك وجود ضمانات سياسية وضمانات أمنية تؤخذ على الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بمجمل الحرب ككل، وكذلك ترتيبات غزة وترتيبات اليوم التالي لغزة فيما يتعلق بالمسار السياسي وتقييمنا ورؤيتنا كذلك للقضية الفلسطينية، خاصة وإن دوما رسائلنا أو مرئياتنا لحل القضية لا تتوقف فقط على معيار وقف إطلاق النار وملف الأسرة، لكن ما ننشده فيما يتعلق بهذا الحل العادل لفصل القضية أو وجود دولة مستقلة على حدود 67، وهو ما تجاهله مشروع بايدن إلى حد كبير. لكن على الرغم من ذلك هناك عدد من الانقسامات سواء في الداخل الإسرائيلي أو كذلك على الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بآليات التطبيق. نحن نشهد حرب مكثفة على قطاع غزة، شهداء تصاعد في عدد شهداء، وضع إنساني مذي بشهادة الكافة، شهادة الأمم المتحدة واليونسكو ومنظمة الأغذية العالمية وما إلى ذلك. لكن على الرغم من ذلك تنشد الدولة المصرية على كافة تحركاتها السياسية والإنسانية محاولة لاحتواء الوضع، خاصة طيب. بعد فشل محاولات كثيرة لوقف إطلاق النار حتى يومنا هذا. طيب دكتور إيمان، احنا بنتكلم عن أكثر من 37 ألف شهيد وأكثر من 85 ألف مصاب لحد دلوقتي، يعني طبقا لتصريحات الصحة الفلسطينية. حضرتك شايف المشهد إزاي، ونزيف الدم ده ممكن يتوقف إزاي، وهل له علاقة بالانتخابات الأمريكية؟ يمكن نتحدث عن الجزء الأول فيما يتعلق بالمشهد، المشهد الميداني والمشهد العملياتي كارثي. إسرائيل بتنشط حرب إبادة جماعية في المقام الأول، تسعى لإعادة تغيير الديموغرافيا القطاع على نحو ما قد يؤذي القضية الفلسطينية، أحد ملفاتها الرئيسية بيحاول محوها على نحو ما يعيد صياغة التعريف بالملف الفلسطيني ككل، تعريف الحدود كذلك الأرض والسيادة وما إلى ذلك. النقطة الثانية ما يتعلق بالانتخابات الأمريكية، بالفعل هناك تأثير واضح للعملية العسكرية الإسرائيلية على حالة الانتخابات، حالة كذلك الأحزاب في الداخل الأمريكي، حالة النخب السياسية. يمكن شاهدنا منذ أحداث 7 أكتوبر وحتى يومنا هذا استقالات فبين النخب الأمريكية سواء في البيت الأبيض سواء في الكونغرس الأمريكي، تنديد بالدعم المطلق لحكومة بايدن وديمقراطيين، حتى ما بين الديمقراطيين الحزب الديمقراطي هناك انقسام حول تعامل بايدن في هذا الملف، بالخصوص في تقديري بايدن حاليا بيحاول مرابحة الملف لاستخدامه وتطويعه في الانتخابات المقبلة في نوفمبر القادم، خاصة وإن حظوظه لازالت في نسب حظوظه تتلاشى بشكل كبير نتيجة لهذا التعامل، نتيجة للتصرفات والسياسات الخارجية كذلك بشكل واضح. جملة التصريحات سواء من جو بايدن أو بلينكين وزير خارجيته، استطلاعات الرأي دوما ما تصوب نحو نتائج الزيارات المتتالية لبلينكين في منطقة الشرق الأوسط وآليات الحل. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور إيمان زهران على هذا التحليل، طبعا أستاذ العلوم السياسية.